أهلا وسهلا بكم من جديد في درس آخر من الدروس التقنية التي أقدمها بشكل دوري على قناتي على يوتيوب. وهذه المرة راح يكون درسنا مع الويندوز فون. طبعا في برنامج اللي هو إيزي ترانسفير ممكن أنك تثبته مجانا من متجر الويندوز فون. هذا البرنامج بيمكنك من نقل الصور والملفات زي ما راح تشوف كمان شوي من الهاتف بنظام الويندوز فون إلى الكمبيوتر. طبعا أي كمبيوتر بغض النظر، أنا حاليا فاتح من لينكس، ممكن على نظام لينكس، على ويندوز، على أي نظام بغض، يعني بكفي أنه يكون عندك متصفح إنترنت، حتى على تابلت أندرويد ممكن تطبق هذا الشرح. طريقة استخدامه، راح طبعا البرنامج عبارة عن صفحة واحدة فقط، راح نشوف كمان شوي. زي ما بيظهر الآن أمامكم، أو صح يظهر الآن أمامكم على الشاشة، طبعا الصورة راح توضح كمان شوي. إذا زي ما بتلاحظوا هذا هو البرنامج إيزي ترانسفير. طبعا لازم يكون عندك على الكمبيوتر أو على الجهاز الثاني اللي بدك تنقل الصور أو الملفات عليه، يكون عندك نفس شابك على نفس الراوتر، يعني الاثنين شابكين ويرلس. بعد ما يكون الاثنين شابكين ويرلس لازم تدخل الاي بي اللي بيعطيك اياه الجهاز. هذا هو الاي بي، تدخله في الادرس بار او اللي هون زي ما بتلاحظ. بعد ما تدخله راح يفتح تلقائيا على الهاتف عندك. بامكانك من خلال البرنامج تقوم بالدخول الى السكرين شوت، طبعا هذه الصور بالنسبه للصور، الكاميرا رول، سيفد بيكتشرز، فيفرت بيكتشرز. ممكن تقوم بتنزيل الملف كامل، يعني ممكن تنزل مجلد كامل او تدخل عليها وتنزل صوره صوره. زي ما بتلاحظوا ممكن انك تقوم باختيار صورة من الكمبيوتر وترفعها مباشرة هكذا تنزل على الهاتف. خلينا مثلا نختار من هون، مثلا هاي الصورة. بإمكانك ترفعها مباشرة طبعا في شرط، لازم تكون البرنامج مفتوح عندك. يعني البرنامج لازم يكون مفتوح عندك عشان تقدر تقوم بهذه الخطوات. لو بتلاحظوا اول ما يعني اذا كان البرنامج، يعني اذا كانت الشاشة مش فاتحة عندك على الويندوز فون على البرنامج، ما راح تقدر تقوم. لازم يكون صفحة البرنامج مفتوحة على الويندوز فون حتى تتمكن من، طبعا مش مشكلة اذا يعني تم اغلاق الشاشة، لكن المهم ان تطلع الصفحة المفتوحة هي صفحة البرنامج. ليش؟ حتى تقدر تفوت على الصور تتصفحها وتقوم بعملية التنزيل. زي ما شفتوا ممكن تنزل الفولدر كامل صيغة زد اي بي، او تدخل على الفولدر نفسه وتقوم بتثبيتها صورة صورة. زي ما تظهر امامك صور ممكن تنزلها صورة صورة، او تنزل المجلد كامل على الكمبيوتر بالضغط على داونلود. طبعا تفتح بنزل بشكل مضغوط سكرين شوت دوت زد اي بي. نفس الشيء ممكن تسوي المجلد ثاني، مش بس هيك، ممكن مثلا تدخل على سيف بيكتشر على سبيل المثال، نحط ابلود، نحط هذه الصورة، ممكن نضيفها للصور الموجودة في يعني في الصور الموجودة هون. ايضا ممكن تدخل على ميوزك، طبعا بنفس الطريقة تدخل على الميوزك، ممكن انك تفتح على الاغاني، ممكن تحمل اغنية جديدة للملف فون.
مقاوم بس مضغط عندي، ما اعرفش اذا بيشتغل مباشرة ولا ما فتحت. تفتح هون على اللوكل، ممكن تحط من نيو فولدر، تحط جواته ملفات لأنهم ما في اشي فاضي. ممكن تدخل ايضا على الاس دي كارد برضو، تدخل على المجلدات الموجودة فيها وتضيف مجلدات جديدة ولا اخره. اذا كان هذا درسنا لهذا اليوم، بتمنى ان يكون قد نال اعجابكم. حتى يحين موعد درس جديد، استودعكم الله لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.